إخوة الأخوات، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. أول حاجة تحية طيبة للمتابعين ديال قناة بلقابان. كيف جاتكم السلسلة ديال المسافر عبر الزمن؟ بات لي غدا مزيان وكاينين تعاليق زوينين، دونك سان في بليزير. الإخوان، في الأول كنت متخوف باش نبدي هاد السلسلة هادي، باش لأن عارف بزاف ديال الناس يتسناو على المافيا ومشينا فيها بعيد، هذيك القصة ديال المافيا، ودونك كاينين شي ناس تيشوفوا لا فينيات ديال قصص أخرين ما تيبغيوش يدخلوا لهم، تيبغيو يدخلوا القصة ديال المافيا. ولكن من بعد الوقت، بعد الحلقه الاولى والثانيه والثالثه، صحابهم ايزون في دي بارطاج وقال لي خاص ترجع تشوف هاد القصه راه مزيانه. ودونك بزاف ديال الناس كانوا تيتفرجوها في المافيا ولاو دابا متبعين هاد القصه ديال المسافر عبر الزمان، ومهم هما الناس اللي تيقولوا لي اخويا زرب الحلقات لان هادشي زوين بزاف. الهدف من هاد الفيديو الاخوان، بغيت نجاوب على واحد التساؤلات صغار. كاين شي ناس قالوا لي عطينا لي سورس ديالك ولا المصادر ديال هادشي اللي تتقول في هاد القصه ديال السفر عبر الزمان. دونك ما عرفتش كيفاش نعطيهم دي سورس ولا مصادر، لان ما يمكنش تعطي مصادر القصه مخلوقه من والو، يعني قصه خياليه. خاصنا نعرف بلي عندي ثلاثه ديال الحوايج اللي تنحترمهم من تندير القصص. اول حاجه خاص يكونوا الاحداث، ثاني حاجه خاص يكون واحد الخيال واسع، لان انا ما كانش ما نقدرش نسفر معايا بزاف الالاف ديال الناس باش يسافروا معايا في القصه ديالي. وثاني حاجه تنحاول ندير حقائق اللي كاينين، يعني باش هذاك السيد اللي تيتفرج فيا ما يمكنش يضيع في الخيال ديالي، خاصنا نقربوه شويه للحقيقه. وفي هذا الفيديو الاخوان، بغيت نبروفيتي باش نعطي الراي الشخصي في هادشي اللي تندير انا هنايا، لان عندي واحد الراي فني اللي تنكون تنكتب القصص وهذاك الشيء تتفرجوا فيه، ولكن عندي واحد الراي الشخصي اللي هو بعيد على وسائل التواصل الاجتماعي. واش نامن بالسفر عبر الزمان؟ واش هادشي كلشي غادي نتطرقوا ليه في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبداو، نخليكم على سبونسور ديال القناه ورجع لكم هنا شويه. سبونسور ديال الفيديو غادي يكون هو وانكس بات. وانكس بات واحد البلاتفورم تخليك ترى على الفروق المفضله ديالك ولا الفروق اللي متبعها وكلشي بالتليفون. وبيان خاص تكون واحد الانسان مولف تيكوتي الماتشات. نهار ثلاث كاين الماتش ديال ليبسيك وريال مدريد، الا دخلتي بكود برومو ديالي اللي هو بلقا 23 غير تدخل عندهم السيت، غيعطوك بونيس فيه 2600 درهم. اخليكم الاخوان كلشي اول تعليق، حد سعيد للجميع ونكملوا الفيديو ديالنا. اول نقطه اللي بغيت ندافع الاخوان الفيديو هو واحد التعليق، كانوا شي 8 ولا 10 قالوا لي بلا كانت انسبيراسيون واحد الفيلم ديال سعيد ناصري سميتو شي لعيبه عند الموحدين. صراحه انا ما شفتش هذا الفيلم هذا، وني شفت التعليق مشيت قلبت عليه ودونك تيليشارجيتو وتفرجت فيه هذيك ساعه و15 دقيقه. صبري كانت واحد ساعه و5 دقيقه ديال العناء، ولكن كملت الفيديو لان خاصني نكمل الفيديو باش يكون عندي راي في هذاك الفيلم، واش زعما فيلم نقدروا ناخذوا منه الانسبيراسيون ولا لا. اول حاجه الاخوان، قبل ما نبدا بالراي ديالي في هذا الفيلم هذا، جو سوي با سينياست، جو سوي ان سينيفيل، يعني انا واحد الانسان عزيز عليه السينما، دونك المنظور ديالي غيكون غير كوم ان سينيفيل، ما يكونش بحال شي واحد اللي عنده تكوين سينمائي وتوسع. انا بالي هذا الفيلم هذا، واخا تندير واحد التحيه كبيره سعيد الناصري اللي تيبقى واحد الاستاذ دار بزاف ديال الاعمال وكبرنا مع دوك الاعمال، دونك ما يمكنش نهضر على الشخص ديالو، هادي حاجه عنده بزاف ديال الناس متابعينه وبزاف ناس يبغيو. انا تدوي على هذاك الفيلم بان ليا عباره على بزاف ديال الجوقه ديال عباد الله، جمعوهم كاملين لبسوهم الجلالب، تخشفوا منهم سعيد الناصري، كان شي واحد كاميرا ما سميتو سي عبد العزيز قال له ايوا طح لي الباكيت، وبقى هاك سين مورا سين سين مورا سين وطح الباكيت. دونك فوالا تكون فيلم لحوا داك الشيء كلشي لصحاب المونتاج. ودونك كانت واحد القصه اللي ماشي هي قصه، كانوا بزاف ديال الاخطاء اللي يشوفهم شي سيونتيفيك تيهضر على هاد المواضيع ديال السفر عبر الزمان، اي لو حراسهم الشجم. وما في القصه ديالي الاخوان انايا راه تندوي على لي بارادوكس طومبوريل، تندوي على البارادوكس دي غرون بير اللي كنتو شفتو في لا دوزيام ايبيزود، لان كوميم تلاحيت لواحد الموضوع خاصني كوميم نشوفه بواحد الطريقه سيونتيفيك شنو تقول لا سيونس دابايا. دونك بالنسبه لي هذاك الفيلم الاخوان ما يمكنش تكون الانسبيراسيون ديالي من هذاك الفيلم، لان ماشي غنقص منه. هذاك الفيلم ديجا هو واحد البرودوي ما مصوبش الناس كاملين، مصوب لاماس. ومني تكون مستهدف لاماس راه ما كتخدمش مع لي زانتيليكتوال، راه تخدم مع عامه الشعب. انا تيبان لي هذاك الفيلم غيكون مصوب خصيصا لربات البيوت اللي تنوجه لهم واحد التحيه كبيره، تيديروا واحد العمل واعر. نوع ديال ربات البيوت اللي شاده الدنجال قاصه تنقي وحاطه التليفون ديالها ولا تتفرج في التلفازه،
وكل شويه تتهز عينيها باش تتفرج في القصه وعايشه مع القصه مزيانه. دونك هي سون فو كيف لي ديتاي. واحد في حالي غيمرض لان خاصو لي ديتاي في ان فيلم وخاصو دي شوت وخاصو بزاف ديال الحوايج. هما واحد النوع عزيز عليهم، محتوى يكون سهل ومسلي. دونك بالنسبه للجواب ديالي على هذا التعليق هذا، ما يمكنش الاخوان تاسبيرا من الفيلم بحال هذا. عطا الله لي فيلم تاسبيراو عليهم بحال باغ اكزومبل انترستيلار اللي تيبقى واحد الفيلم بقى لي راسخ في الدماغ، عاد تفرج فيه روني بزاف. وانا واحد الانسان كما قلت لكم عزيز عليا لي ديتاي. شنو درت؟ مشيت في ويكيبيديا، مشيت لبزاف ديال المصادر ودي دي سورس، ونعرف كيفاش تصوب هذاك الفيلم، كيفاش كريستوفر نولان خدم على الفيلم ديالو، لانه واحد ماشي واحد لو سيونتيفيك، تيبقى واحد لي سينياست. ودونك عرفت من بعد بلا لي تيم اللي كان خدام معاهم كانوا واحد الجروب ديال اللي تيكتبوا لي سكريبت ولا تيكتبوا السيناريو، وكل تيم كانوا معاهم دي سيونتيفيك اللي جايبينهم من دي زونيفرسيتي اللي عارفين الموضوع اللي باغي يتكلم عليه الفيلم. هاد النوع ديال الافلام الاخوان هو اللي يقدر الانسان يمشي تانسبيرا منه باش يقوم مؤثر حتى تيشي برودوي، تحط ان برودوي دو كاليتي. دابا نيكست ندوزو لحاجه اخرى. رشيد، واش انت تتامن بالسفر عبر الزمن ولا الاراء ديالك تبقاو خياليه للترفيه في الانترنت وعندك راي مخالف؟ الاخوان، انا تنامن بالسفر عبر الزمن، ولكن تنامن به بطريقه تيوريك ماشي لا براتيك، لان هاد الساعه هادي ما نقدوش نسافروا عبر الزمن. بار كونتر كاينين دي تيوري بحال ديال اينشتاين ديال لا غولاتيفيتي تدوي بلا يا بوسيبيليتي سور بابيي نقدروا نسافروا عبر الزمن. بالنسبه للناس اللي تهمهم الامر يكونوا عارفين هاد لي تيوري وعارفين شنو طاري، وبالنسبه للناس اللي ما تهتموش بهذا الموضوع غادي نشرحها لكم بطريقه مبسطه. واخا انا ما تنديرش تبسيط العلوم كما شفتوا القناه ديالي تهتم بشويه ديال السينما وشويه ديال القصص، على حسب شنو قال اينشتاين في لا تيوري ديال لا غولاتيفيتي، بلا لو طون و لاسباس اي سون ليي. هذا تعني بلا لو طون و لاسباس سي اون سول اونيتي. غادي نشرح لكم طريقه اخرى كيفاش نقدروا نسافروا عبر الزمن. تخيلوا معايا الاخوان، كاينين واحد توام جوج عندهم 13 عام مولودين في نفس النهار في نفس الدقيقه، كانوا بجوجهم في الارض، واحد صوبوا ليه واحد المركبه تتمشي بلا فيتاس لوميير ولا اون فيتاس قريبه لا لوميير، دونك ركبوه تماك وحقوا لهم جوج مكانات. هذاك التوام الاول كانت عنده 12 بيل ديال النهار، الاخر هو كانت عنده 12 بيل ديال النهار. دونك هذيك المركبه ديمارات بواحد لا فيتاس لوميير وسافرات ستي الخمسة ديال الدقائق بين فيتاس لوميير. دونك غادي نخليها لكم هنا لا فيتاس لوميير باش تعرفوا شحال ديال السرعه اللي غادي بها. الى سافر غير نهار هذاك التوام اللي كان في هذيك المركبه، منين غادي يرجع لسطح الارض مشى ضرب شي دوره في السباس ورجع لهذيك الارض، اي سو بو قد لقى خوه مات كبر ولد ولادو ولد ولادو، ولا يقد يلقى على حسب الوقت اللي دوزو في هذيك المركبه وعلى حسب الوقت اللي دوزو في هذيك السرعه ديال اللي كان غادي بها ديال الضوء. دوك الاخوان، السفر عبر الزمن شي حاجه موجوده. انا نعطيكم واحد لو دوزيام اكزومبل، كنا تنسافروا عبر الزمن وتنسافروا كل نهار. بالنسبه لي انا تنوض الصباح تما نغسل سناني، تنشعل الضوء تنشوف تصورتي في المرايه، راه تنسافر عبر الزمن. راه ما تنشوفش وجهي هذيك الساعه، راه تنشوف وجهي شارف بواحد جزء من 100، لان على ما تنشوف وجهي تيمشي الضوء تيضرب في المرايه وتيرجع ليا، راه وجهي ما بقاش كما كان. دونك انا تنشوف وجهي في الباسي بحال النجوم باغ اكزومبل، ملي تتهز راسك وتتكون في العروبيه وتتشوف بزاف ديال النجومه وداك الشيء. دونك كاينين النجوم اللي ما بقاوش في ما كاينينش، ماتوا بشحال هادي، ماتوا ملايير ديال السنين، فملايين ديال السنين، ولكن الضو ديالهم باقي تيسافر حيت بعاد علينا بزاف، ودونك تيبان لنا باقي الضو ديالها. واخر مثال اللي نقدر نقول لكم، فحال دابا الشمس الى تطفات يعني ولات ظلمه، خاصه نتسناو 8 ديال الدقائق عاد نشوفوا الشمس تظلمات ويطراو لنا المشاكل ديال. دونك الاخوان، السفر عبر الزمن شي حاجه اللي كي بوسيبل، ولكن جوسكا نوفيل لورد ما كاينش هاد الساعه شي طريقه اللي نسافروا بها بواحد لا فيتاس اللي قريبه للسرعه ديال الضوء، لان ديجا واخا نصوبوا شي صاروخ تمشي بسرعه ديال الضوء سي امبوسيبل، لان لا فيتاس لا لوميير اون دو ايتر ديسيلوليزي، يعني ما يمكنش الجسم ديالنا يمشي بواحد السرعه. دونك تتبقى واحد لا فونتيزي، وبيتيت لا سيونس يوصلوا لها شي نهار اون سي با. حنا فني كنا في الثمانينات تتشوف شي واتش بحال هادي اللي تقدر تهضر مع صاحبك ولا تتفرج في التلفازه ولا تشوف فيديوهات فيها، غتبان لك هذاك الشيء ديال الخيال العلمي، ودابا ولا كلشي دايره في يديه. دونك الاخوان، تيبان لي انا السفر عبر الزمان واحد البروجي اللي يقدر
يلقاو ليه بون في بزاف ديال لي بارادوكس فيلوزوفيك. نسيت هذه المساله قبل ما سدت الموضوع هذا، مي واخا لقاو شي طريقه اللي نسافروا بها غادي نطيحوا في هذوك لي بارادوكس فيلوزوفيك. تقدروا تكتبوهم في الانترنت، بحال باغ اكزومبل الا مشيتي للباسي وقت الجد ديالك، واش نتايا غتبقى عايش ولا واش غتمشي لواحد الملتيفير اللي ما عنده تعلقه مع هذاك العالم اللي كنتي فيه. دونك كاينين واحد لي بارادوكس اللي تيتحلوا بطريقه فلسفيه ماشي بطريقه ساينتيفيك. دونك نديروا نيكست سؤال موالي، دوينا بزاف لا سيونس وماشي من الهدف من هذا الفيديو. واحد النقطه بغيت نجاوب عليها الاخوان، بالو لي في التعاليق بزاف ديال الناس تيسولوني على الاهرامات، تقولوا لي واش انت تتامن بالله المصريين القدماء اللي صوبوا الاهرامات، ولا جات واحد الانتيليجونس صوبتها، جاو فضائيين صوبهم ومشاو في حالاتهم وخلاو لنا هذا الارث. غادي تشوفوا في الحلقات اللي جايه دايور ديجا كتبت السيناريو بلا انا غادي في هذا الوجه هادي، بلا جات واحد الحضاره اللي سميتها الانوناكي وصوبوا هذوك الاهرامات، وغادي نعزز القصه ديالي بواحد ليستوار اللي غادي تكون غدا مزيان. هذا الراي ديالي الفني كما قلت، ولكن دابا نعطيكم الراي ديالي الشخصي لان تندير فيديو عادي. بالنسبه لي انايا غيكون واحد الراي متواضع لان ما درتش ابحاث كبيره، ولكن قلبت في انترنت بشت فيديوهات اللي عندهم بزاف ديال الكريدي بحال ديال شي بحال ارتي ولا شي حاجه. ودوك على حساب هاد المعلومات اللي لقيت، الاهرامات ما بناهمش العبيد، لان كانت عندي واحد لو دوت لا ما صوبوهمش الفضائيين ولا شي وحدين جايين من شي انتيليجونس سوبيريور، غادي يكونوا شدوا هذوك العبيد بقاو لهم المشاوط كما قلت في القصه ديالي، ودونك تصوبوا صحه ماتوا بزاف ديال الناس. ولكن على حساب دي دوتر سورس تيقولوا بلا لي بيراميد صوبوهم المصريين هما، ما كانوا لا عبيد لا حتى شي حاجه، كلهم الناس اللي صوبوا هذوك الاهرام كانوا حرفيين، يعني كانوا يتخلصوا كل نهار وتا شي عبد ما كان تسلخ باش تصوب هذاك لي بيراميد، لان الطريقه كيفاش مصوبين ما يمكنش تكون واحد الانسان ما عندكش شي ميتي فحال المسجد حاجه ثاني اللي نصوبوه، عيطوا على بزاف ديال الناس كل واحد عنده ميتي ديفيرون، دونك سانو زادوني واحد المسجد زوين. دونك الاهرامات الاخوان كانوا تصوبوا على حساب لو سافوار ديالي القليل، بلا تصوبوا حرفيين كانوا عايشين تماك. هذوك لي بلوك دو غرانيت كانوا تيجيو من الواد ديال النيل تيجيبوهم من الجنوب. بالنسبه للجواب ديالي باش نختموا الاخوان، انا واحد الانسان براغماتيك ماشي بحال الفيديوهات ديالي اللي مبنيين بزاف على الخيال دونك حياتي الشخصيه بعيده على شنو تندير في الانترنت. دونك تيبان ليا بلا المصريين القدماء هما اللي صوبوا الاهرامات، وما يمكنش تكون واحد الانتيليجونس، واخا هي ان فورت بروبابيليتي بلا عايشين شي ناس بعاد علينا في بتات في شي مجره اخرى ولا في المجره ديالنا، لان لا ميلتيتود ديال النجوم اللي كاينين في المجره ديالنا ولا بدا تكون شي ارض قريبه للشمس وتعطي الماء ودونك تكون الحياه. دونك تو سا سي بوسيبل، وكما قلت لكم شي براغماتيك دونك ما نقدرش نعطي جواب بحال هكايا. شنو تيبان لي لو بلو بروزيبل هو المصريين القدماء جابوا حرفيين هما اللي صوبوا لهم هاد الاهرامات هادو. دونك الاخوان كانوا هادو هما الاسئله اللي بغيت نجاوب عليهم في هاد الحلقه هادي. بغيت نقول لكم قبل ما نسالوا الفيديو بلا عندنا ندير فيديوهات بحال هكايا، وكل مره في السيمانه غيكون فيديو ديال السلسله. بزاف ديال الناس سولوني علاش ما تدير جوج حلقات، ما يمكنش الاخوان ندير جوج حلقات لان هادشي خاصو الكتابه بزاف والمونتاج وداك الشيء، وما بغيتش النيفو يطيح ديال الحلقات. دونك غتكون حلقه وحده ديال المافيا ولا ديال هاد السلسله مسافر عبر الزمان، ويكونوا فيديوهات بحال هادو باش نبقاو ديما في اتصال ونبقى والريتش ديال القناه يكون غادي مزيان. كان معكم رجيم قناه بلقابين، شكرا للمشاهده والى اللقاء.